إن توطين التكنولوجيا يعتبر أحد أهداف هذه الجامعة الألمانية، إنني أؤكد إن ما رأيته في هذه الجامعة يؤهلها أن تكون مركزاً أكاديمياً وبحثياً في مصر، ويجب استغلال إمكانياته في تعميق العلاقة بين المحلية والعالمية، ولا بد أن يكون إنتاجه البحثي والعلمي ركيزة هامة في دعم طموحات الوطن نحو تحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي.